بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ومكمل مستقر للايام الجايه. التفاصيل اكثر اكيد بنشوفها بعد شوي. اما هلا بننتقل على فقره صوره وشمسيه. وصلتنا اليوم صوره من لبنى. من بعد صوره لبنى بنوصل هلا على الدول العربيه المجاوره تنشوف كيف عم بيكون طقسها. بنبلش جولتنا مع القاهره 27، 15 بتونس، 14 بالرباط، 10 بالجزائر، 35 درجه بالخرطوم، 22 ببغداد، 19 بدمشق، 16 بالقدس، 19 درجة بالمنامة، والختام عم بيكون مع الكويت والدوحة 22 درجة، أما الرياض عم بتسجل فيها الحرارة 30 درجة. بنوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام عم بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم تتراوح بين ال 5 وال 19 درجة، الرطوبة عم توصل أقصاها لل 80%، أما سرعة الرياح عم بتسجل 30 كم بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين ال 7 وال 17 درجة، أما بالداخل عم بتسجل أقصاها 15 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من شمال مع كار 18، 19 بطرابلس، 10 بالأرز، 17 درجة بالكورة، 16 بالهرمل، 15 بالقاع وببعلبك، 16 درجة برياق. بجولتنا بالمناطق اللبنانية بنوصل على جبال 20، 12 بفريا، 19 درجة بجونة وببعبدا، وبيروت كمان عم بتسجل فيها الحرارة 19 درجة مع طقس غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، 15 بزحلة، 17 بشتورة، 16 بعنجر، 17 درجة بمشغرة. استقرار بدرجات الحرارة جزين 17، 16 برشيا، 17 بمرجعيون، 16 درجة ببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 15، أما المناطق الجنوبية صيدا، سور وقانا و 18 درجة. كيف رح يكون الطقس بالثلاث ايام الجايين؟ بنشوف سوا. مثل ما ذكرنا بكره الخميس عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا الى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره. لنهار الخميس حراره عم توصل اقصاها ل 19 درجه، اما ادناها ل 9 درجات. عم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحراره لنهار الجمعه تتسجل اقصاها 25 درجه، اما عم ترجع تنخفض لنهار السبت وعم توصل اقصاها لل 21 درجه مع طقس غائم جزئيا الى قليل غيوم. بمنطقة الأرز الحرارة تتراوح بين الأربعة والعشر درجات. ابعتوا لنا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكم المفضل لقونا عطول على المستقبل.